الطفل عنده قوة غضبية ما يتمكن يسيطر على هذه القوة نفسه ضعيفة لأنه ما يصير توجه إلى النفس ما يصير شغل على النفس هذه النفس تبقى كما هي العقل ينمو الادراك والمعارف تنمو، البدن ينمو، لكن النفس تبقى في نفس المستوى، فهذا الانسان الكبير هو في واقعه طفل صغير في نفسيته، اشلون الطفل عبد لقواه الشهويه والغضبيه؟ هذا الانسان الكبير ايضا نفس ذلك الطفل لكن بمظهر اخر بشكل اخر ايضا عبد لقواه الشهويه والغضبيه هذا الاهمال وهذه الغفله ما أعلم شايفين بعض الأطفال المعاقين ما ينمون من الناحية الجسدية عمره 18 عام مثل طفل عمره ثلاثة أعوام ما نما من الناحية النفسية أيضا كذلك وهذه القضيه قضيه خطيره الى ابعد الحدود لانه اذا الفرد ما ربى نفسه ما هذب نفسه ما تمكن ان يخرج من تلك الحاله اللي كانت في طفولته بقي على عبوديته للقوه الشهويه والغضبيه اخرته تصبح في خطر يعني هذه تعرض الانسان والعياذ بالله لان يخسر حياته الابديه الذي جعل فرعون فرعون من كان نفسه الحاكم الطاغي الذي جعل هامان هامان من هو نفسه الوزير الطاغي الذي جعل قارون قارون من هو نفسه الثري الطاغي الذي جعل الشلمغاني هو الشلمغاني من هو نفسه العالم الطاغي